روجيه عنده هدف في مرمى الايست اند لاينز سيراليون. اليوم الحلقه العاشره من مسلسل الترجي ملك لافريقيا. الرام 1-0 الرام جول. الضبابه يسجل. سامحناك ايها النيجيري، يوم الاعتذار الرسمي. هذا هو يا نيجيري، هذا هو الرامو، هذا هو المدمر مايكل. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الهربه محلاها، المراوغه مبهاها، الكوره مقواها في مرمى كيديابا. واحد بلاش، 1-0 للترجي التونسي ب20 دقيقة. حكيت على أهداف الشوط الأول، حكيت يا روجيه وذكرتك بمكان جميل، فكانت اللقطة الأجمل. مايكل الرامو الآن فريق باب سويقة يصافيك، يناجيك، يناديك. نيجيريا كوت ديفوار، هو المشكل في الخط الخلفي. يا مباريات ضاعت من الأفارقة على مستوى المنافسة على الورد كاب. يرجع الرامو، يمشي الرامو، الرامو ممتاز، الرامو يهرب، الرامو خلص. الثاني النيجيري، الله يا نيجيري، الله على أحمر يصبغ، الله من أصفر يطبع، الله على اسمك يا ترجي لما يكتب. العاصمي يسعد الملايين ويستعيد الصدارة من القوي مازيمبي. 2-0 الرامو يسجل. 2-0 الرقصة الأفريقية. 2-0 ويتبادل التحية مع الجمهور. جمهور نساي قلبه أبيض، جمهور يحب النتائج، يحب الأهداف. كنت متأكد من الرياكشن متاع النيجيري، كنت متأكد أنه سيسجل. الله أيها المدمر، دمر دمر يا مدمر. أوري الكرة النيجيرية. الرامو الأسبوع القادم سيعود للسوبر جنجلز. هزهم 3 تبارك الله. الله 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 أيها النيجيري. يعني تأثير كبير خاصة في تونس، نعرف كورتنا كورة معنويات، كورة مورال. الرامو الهاتريك، سجل الثالث. الله على رياكشن النيجيري. هذا تدرب يوم الأربعاء، كان تدرب لهم الاثنين وضربهم بأربعة. ممكن ترجع من الدفاع عن طريق جويل كيموكي. ترجع كورة للترجي عن طريق المساكني. المساكني يلعب كورة ممتازة من صابر خليفة، يمشي صابر خليفة، يحاول التقدم. صابر خليفة يرجع بالكورة لشمام. شمام وفي خطأ من الدفاع، خطأ موجود للمساكني. مباراة طيبة رغم قيمة رهانها ما خرجتش على الطابع الرياضي للأمانة. حكم لقى صعوبة إيدي مايي في إدارة المباراة. بينما هذه الصورة لأجواء المدرجات هنا في استاد رادس مع الشماريخ، الفرحة بالتصدر والفرحة للانتصار وأيضا للأداء اللي ممكن كان نسبيا مقبول جدا وطيب جدا للترجي، خاصة في تعامله مع المباراة، تعامله تكتيكيا مع. يدخل زياد الدربالي في تشكيلة الترجي. ما كرة تمشي خطيرة بالرأس، والهدف الثالث. الهدف الثالث يا هجري، سوبر ستار المباراة، ما فيش كلام. الآن في النقاط يتجاوز الرم لأنه شد مليح في الدفاع وجاب الثالث، وهكذا يحتفل الترجيين باستعادة الصدارة. 3-0 يا مازيمبي، انت خذيت 3 نقاط في الذهاب والترجي بالثلاث نقاط الثلاث. 3-0 للترجي الرياضي التونسي عن طريق مدافعه وليد الهجري. يرجع الترجي يضرب الكرة الثابتة. نقطة قوة فريق باب سويقة ومن ركاز قوة الكرة التونسية. نوادي ومنتخبات روعة على الهدف الثالث. القرب يا معلم، الهجري صناعي، بدلها بالراس، انقرها نقران والكرة تدخل في مرمى روبرت كيديارا. 3-0 الترجي التونسي على مازيمبي.